نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه قد سئل أحد أئمتنا السابقين من سلفنا الصالحين، وكان رحمه الله تعالى يؤثر الوحدة، فقال له بعضهم: ألا تستوحش؟ يعني لماذا أنت دائما منعزل عن الناس، تسير لوحدك وتؤثر الوحدة عن هذا الضجيج وعن هذا الصخر الذي فيه الناس؟ فقال: كيف أستوحش وأنا أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه؟ فقيل له: كيف تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه وقد أفضوا إلى ربهم تبارك وتعالى؟ قال: أتدارس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصحابة، أي أنه يقرأ في الكتب المسندة. قال الصحابي: رأيت رسول الله، سمعت رسول الله، قال رسول الله. وأيضا يقرأ في كتب الأئمة رحمهم الله ما ورد من فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه واحد يعيش بين ظهرانهم، أي يعيش معهم. فكان رحمه الله بعيدا عن الناس، وكان رحمه الله يؤثر الوحدة والوحشة، وهو منكب على العلم النافع المأخوذ على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن مخالطة الناس. مر معنا في الأيام الماضية الكلام عن جملة من فضائل أصحاب النبي الهمام صلى الله عليه وسلم، من هؤلاء الأعلام رضي الله عنهم وأرضاهم. مر معنا العشر المبشرين بالجنة، ومر معنا ذكر بعض السابقين المهاجرين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. والليلة إن شاء الله مع علم عظيم من أعلام أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، مع عظيم من عظماء هذه الأمة، ألا وهو بلال ابن رباح الحبشي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل الذي كان مولا، أي عبدا مملوكا حبشيا، جاء في ترجمته رضي الله عنه وأرضاه أنه كان من موالي الحجاز، أي أنه كان وإن كان عبدا مملوكا إلا أنه ولد في أرض الحجاز، وأمه اسمها حمامة، وكانت مولاة لبني جمح، أي كانت عبد مملوكة لهذه القبيلة التي كانت من أشرف قبائل العرب. بلال رضي الله عنه وأرضاه قيل أن كنيته أبو عبد الكريم، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو عمرو، ثلاث كنى كان مشهور بها بلال رضي الله عنه وأرضاه. بلال مولى لأبي بكر الصديق، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أعتقه لما رأى صنديدا من صناديد الكفر يعذب بلالا رضي الله عنه وأرضاه، فاشتراه منه ثم أعتقه لوجه الله تبارك وتعالى. هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قيل كما في كتب التراجم والسير أن أول رجل يؤذن لرسول الله هو بلال رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا عنه هو أول مؤذن في الإسلام. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرضت عليه الصلاة لم يفرض عليه عليه الصلاة والسلام بكيف ينادي إلى هذه الصلاة، فاجتمع وأخبر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال بعضهم: يا رسول الله، نتخذ بوقا كما يفعل اليهود، يعني إذا دخل وقت الصلاة ينفخ فيه فيحدث صوتا إذانا وإشعارا للناس بدنو وقت الصلاة. وقال بعضهم: يا رسول الله، نتخذ ناقوسا جرسا
كما تتخذ النصارى. فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. فنام أحد الصحابة وهو عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، فرأى في المنام ألفاظ الأذان، ثم أخبر النبي عدنان عليه الصلاة والسلام فأقره على ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد: قم فعلم بلالا فإنه أندى صوتا منك. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المناصب إلى أصحابها وأربابها، وإن كان الرجل الذي هو عبد الله بن زيد هو الذي رأى في المنام الرؤيا التي يذكر فيها ألفاظ الأذان والنداء به، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: قم يا عبد الله بن زيد وعلم بلالا. فكان بلال رضي الله عنه وأرضاه أول مؤذن في الإسلام. مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وزيد رابعهم كما سيأتي معنا، ولا بد أن تحفظهم: بلال ابن رباح الحبشي رضي الله عنه، والثاني أبو محذورة، والثالث عمرو ابن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه. ثلاث مؤذنين كان يتخذهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إذن هما بلال وأبو محذورة وعمر ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وسيأتي معنا رابع وقيل أيضا عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. بلال كان يؤذن عليه رضي الله عنه وأرضاه، يؤذن صلاة الصبح، والأذان في صلاة الصبح السنة فيه أذانان: أذان أول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليقوم النائم وليرجع القائم، لأن دأب السلف رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا لا يفرطون في صلاة الليل، أي أنهم كل واحد منهم كان له نصيب عظيم من قيام الليل. إنما نتكلمش على هذا الزمان، وإنما نتكلم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت حياتهم، لأن الواحد الآن باش يقول أنا على منهاج سلفنا الصالح، هكذا كانوا، كانوا لا يدعون قيام الليل إلا نادرا. ومر معنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله بن عمر، يعني النبي كانت تحته حفصة بنت عمر أخت عبد الله بن عمر، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم يوما: نعم الرجل أخوك عبد الله، هو رجل طيب لا يوجد له نظير ولا مثيل، لولا أنه يقوم شيئا من الليل، وكان غير يقوم شيئا من الليل. فلما أخبرت حفصة بن عمر رضي الله عنه كان لا يدع قيام الليل إلا قليلا، كان يقوم الليل كله رضي الله عنه، وهو في ذلك يأتسي ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآن عندنا نحن في هذا الزمن فجوة عظيمة جدا بين العلم والعمل، نحن نعلم كثيرا، حتى إن الذين ألفوا في آداب طالب العلم الذي حذاهم إلى التأليف في هذا الباب العظيم مع أنهم سبقوا، يعني حلية طالب العلم التي شرحها الإمام بن عثيمين رحمه الله وهي لبكر أبي زيد رحمه الله تعالى، في المقدمة يذكر على أنه رأى صحوة شبابية تقبل على العلم الشرعي قوية، لكن ليس لهم آداب وليس لهم عمل. فهذا الذي حداه على أن يكتب رسالة برأسها يحث الناس على أن يلزموا الآداب التي كان عليها المتقدمون في الطلب. الفجوة كما يقول شيخنا أرسلان حفظه الله وسمعنا منه وهذا مرارا فمن لأذن، الفجوة التي تكون بين العلم والعمل لا تردم إلا بالنفاق. يعني نحن الشباب نسمع من المشايخ كثيرا ونعلم كثيرا، لكن في جانب التطبيق العملي فإننا مفلسون إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وأنت تلحظ على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغركم أذان بلال فإنه يؤذن بليل، وهذا في رمضان، بل يحبس الإنسان عن الأكل والشرب والوقاع في نهار رمضان حتى يؤذن. عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه: وكان رجلا كفيفا ضريرا أعمى لا يرى، يخرج عند باب المسجد فيمر عليه الناس يقولون: أصبح أصبح، أصبح الحال أذن، فيؤذن رضي الله عنه وأرضاه. فكان الناس يفرقون بين الأذانين، أن أذان بلال أولا ثم أذان عبد الله عمرو بن مكتوم رضي الله عنه وأرضاه آخرا. ف
فإذا هؤلاء هم الثلاثة. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان للنبي ثلاثة مؤذنين، بلال وأبو محذورة وعمر ابن أم مكتوم رضي الله عنه. وكان للنبي أيضا مؤذن آخر وهو سعد القرض، وسعد هذا كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم بمسجد قباء كما ذكر ذلك الإمام الحاكم في المستدرك. ومن الذين أقاموا للنبي صلى الله عليه وسلم، والإقامة أذان، لأن الخلاف قائم بين أهل العلم، هل يقول الإنسان الألفاظ، يكرر ألفاظ الأذان حتى بعد إقامة المؤذن؟ يعني لما يقوم الإنسان الصلاة ويقول الله أكبر الله أكبر ويجيب غالب ألفاظ الأذان، وش المؤذن أو الناس يقولوا وراها ألفاظ الإقامة أو لا يقولون؟ خلاف بين أهل العلم، لأنهم يقولون أن الإقامة أذان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء مستجاب بين الأذانين، يعني بين الأذان والإقامة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام له عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه الصلاة، إلا أن هذا الحديث أن عبد الله بن زيد أقام للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث إسناده ضعيف، ضعفه جملة من أهل العلم، منهم الحافظ بن حجر ومنهم الشوكاني وآخرهم الإمام الألباني رحمه الله الجميع. أما المؤذنون الأربعة الذين مر ذكرهم فقد ذكرهم جملة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم الحافظ بن حجر، ومنهم الشوكاني، وغيرهم من أهل العلم. بلال رضي الله عنه وأرضاه من السابقين الأولين إلى الإسلام، حتى إنه جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال عمر بن عبسة السلمي رضي الله عنه: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلال. وقوله أظن، الظن يأتي بمعنى الإيقان في اللغة العربية، يأتي الظن بمعنى الإيقان، وجاء نظير ذلك في كثير من كلام العرب، بل جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. هل يظنون بمعنى يشكون؟ أبدا. قال الذين يظنون أي يوقنون بأنهم ملاقوا الله تبارك وتعالى. فالظن يأتي بمعنى اليقين الذي لا ريب فيه ولا شك ولا ريب. فيقول هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه: فكنت أظن أن الناس في الجاهلية كلهم على ضلال، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان من دون الله تبارك وتعالى. فسمعت برجل من أهل مكة يخبر أخبار، أي يذكر أشياء، قال: فجلست على راحلتي حتى أتيت مكة زادها الله شرفا، فإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يذكر الأخبار، وإنه صلى الله عليه وسلم لمستخفي جراء عليه قومه، أي أن قومه إذا رأوه عليه الصلاة والسلام أوصلوا له صنوفا من الأذى إليه عليه الصلاة والسلام، فجئته مستخفي حتى جلست بين يديه، فقلت: ما أنت؟ فقال: أنا نبي. فقلت له: ما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقال: وبماذا أرسلك الله؟ فلاحظ هذه العبارة التي تسأتي من نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: أرسلني بصلة الرحم. وسيأتي بعدها الكلام عن المعتقل، أرسلني بصلة الرحم وتكسير الأوثان وأن لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى وحده. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم بشبدهم بصلة الرحم، وهذا فيه الدلالة العظيم على أن صلة الرحم أمرها عظيم في دين الإسلام. ولعله قد مر معنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أول ما أمر بصلة الرحم مبعثه عليه الصلاة والسلام بمكة. من اللي تبعث عليه الصلاة والسلام في مكة؟ كان يأمر الناس أول ما يأمرهم به بعد التوحيد والعقيدة ونبذ الشرك بالله تبارك وتعالى، يأمرهم بصلة الرحم. ودليل ذلك أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما كانوا بأرض الحبشة، فبعثت قريش من يوغر صدر النجاشي
على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صفة الهدايا وصفة من يخبر هذا النجاشي على أن هذا الناس اللي ينزلوا عنه هؤلاء يعبدون دين لست عليه ويسيئون للنبي الذي أنت تؤمن به. فدعاهم النجاشي وأخبرهم وسألهم. وعليكم السلام. فسألهم هذا النجاشي إلى أي شيء يدعوكم محمد؟ فقالوا يا أيها الأمير أو يا أيها الملك، جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعبد الأوثان ونقدس الأشجار ونقطع الرحم إلى غير ذلك، وأمرنا صلى الله عليه وسلم بصلة الرحم وصدق الحديث وأداء الأمانة وغير ذلك من خصال الخير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يأمر به في مكة عليه الصلاة والسلام صلة الرحم، بل إنه عليه الصلاة والسلام حتى لما هاجر إلى المدينة زادها الله شرفا كان أول ما يأمر به صلة الرحم. دليل ذلك أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه. الانجفال هو الاجتماع، ولذلك العرب تقول كان بعض القبائل يدعو دعوة النقرة وبعضهم يدعون دعوة الجفلة. يعني كان بعض القبائل من قبائل العرب معروفة بالبخل، فكانوا إذا أرادوا أن يدعوا قوما يقولوا أجنتا أجنتا، ماشي يا أهل المجلس حي هنا. وكانت بعض القبائل تدعو دعوة الجفلة أي دعوة الجماعات، يكونوا في مجلس يقول يا أهل المجلس حي هنا. فهذا من كلام العرب. قال فانجفل الناس أي اجتمع الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا جاء محمد جاء محمد جاء محمد. يقول عبد الله بن سلام وهو آنئذ على الشرك بالله تبارك وتعالى فكنت ممن حضر، فلما بصرت وجهه شفت وجه النبي صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، يعني وجه هذا الرجل ليس بوجه رجل يقول الكذب، نسأل الله السلامة والعافية. وكان أول ما سمعته صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فمن بين الأمور اللي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم من اللي وصل لمدينة صلة الرحم. وللأسف الشديد هذا الأمر صار الآن بعد هذه الأزمة ديال كورونا وما أشبه صارت القطيعة عجيبة جدا بين أبناء الدم الواحد. يعني كتلقى الخوت مثلا كبروا في دار واحدة وكانوا يتقاسموا الكسوة ديالهم ثم ينامون يتغطوا بإزار واحد، ثم إذا ما كبروا وشبوا دب داء القطيعة قطيعة الأرحام بينهم. وهذا من كبائر الذنوب الذي تستجلب لعنة الله وسخطه وطرد من وقع في ذلك من رحمته تبارك وتعالى. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول أن العرش قد أخذت بساق العرش، فأن الرحم قد أخذت بساق العرش، فقال لها الله تبارك وتعالى مه، فقالت له يا رب هذا مقام العائد بك من القطيع، فقال لها أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ أن أصل من وصلك يصل الله تبارك وتعالى، من يصل رحمه يصله الله تبارك وتعالى برحمته ومنه وجوده وفضله وإحسانه وقل ما شئت من ذلك، ومن قطع رحمه قطعه الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شديد أهمية صلة الرحم. إذا قطعك أهلك فلا تقاطعهم، إذا أساءوا إليك فلا تسيء إليهم، إذا عادوك فلا تعاديهم، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك. يعني قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أصلهم ويقاطعونني. أنا دائما يا رسول الله بالمعنى الدارجة إذا صحت العبارة بالدارجة كيقول أنا دائما ننزلهم الشقارة نسول فيهم نمشي عندهم نديلهم الهدية وما أشبه، هما دائما يوريوني الكفاء يوريوني الوجه القبيح كما يقولون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني ويأمرك الآن، يقول لك صل من قطعك. تقول له عمي خويا أختي ما كتهضرش معايا يقول لك النبي صل من قطعك.
تقول له لا يا رسول الله ما نصلهمش؟ الجواب لا يا عباد الله. وجب البدار إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قد صار شائعا في هذا الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم تلحظ أنه في مكة قديما يدعو إلى صلة الرحم، وفي المدينة يدعو إلى صلة الرحم صلى الله عليه وسلم، وما بين ذلك وذلك يدعو في أحاديث عظيمة إلى صلة الرحم صلى الله عليه وسلم. الرحم الذي ينبغي للإنسان أن يصلها كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، هم أقارب الرجل من جهة أبيه، يعني الأعمام ديالو وإن نزلوا أو الأجداد ديالو وإن علوا، هذا وجب إيصاله. وكذلك يأتي في المرتبة الثانية في الأقارب، أقارب الرجل من جهة أمه، هؤلاء وجب أن تصلهم. وانتكت الحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من أبر البر أن يبر الرجل أهل ود أبيه. من أبر البر أنك توصل من كان يحبهم أباك، خليك من عمك وعمتك وخالك وخالتك فضلا عن أخوك وأختك ولد أخوك وهؤلاء. يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم من أبر البر أنك تمشي وتبر الناس اللي كان يحبهم الأب ديالك، سواء الأصدقاء ديال الأب ديالك. الشيخ بن باز رحمه الله يقول لك إذا كان هذا في الأب فمن أبر البر أيضا أن تصل أهل ود أمك، لأن الصلة أقرب والأجر أعظم من جهة الأم دائما. يعني إذا كان الصديق ديال الأب ديالك إلا بريته وتليت فيه وضحكت معاه وكل شيء، أنك تبر الأب ديالك ولو بعد الممات ديالك. ما دليل ذلك؟ هذا الحديث، ودليله فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه رؤي وهو يمشي مع رجل قد ألبسه حلته، قلع عمر بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قلع لك سوى الزينة دياله ولبسها لذلك الرجل، ثم أجلسه وأنا أخذه على دابته، نزل بن عمر وجلس على الدابة دياله، فقيل له كان يغني أن تفعل به أقل من ذلك. يعني شكون هذا الرجل اللي درت به هذا الشأن كامل؟ كانت قد تعطيه شي حاجة والله يسهل. قال هذا صاحب أبي عمر. هل نرى كندير به هذا الشيء؟ لأن هذا الصاحب ديال أبو عمر، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول من أبر البر أن يبر أو أن يصل الرجل أهل ولد أبيه. فكيف بالأقارب يوم الأعمام الأخوال وكل من له صلة بك؟ فالواجب يا عباد الله أن نصل أرحامنا. والإنسان ينبغي له أن يكبح جماح هذه النفس الأمارة بالسوء. إلى ساعة النفس ديالك ما تقدرش تمع بوك، ما تقدرش تمع الأم ديالك، وأنت تلحظ أن كثيرا من الناس إلى يوم الناس هذا يعادون الآباء والأمهات لأجل أمور تافهة من أمور الدنيا، بل يقفون مع الآباء والأمهات في المحاكم، يجرجرونهم في المحاكم لأجل شيء من حطام الدنيا الزائل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا إلى دين الإسلام العظيم. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلني ربي تبارك وتعالى بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله تبارك وتعالى وحده، فقال له هذا الصحابي الجليل فمن معك على ذلك؟ فقال حر وعبد. وكان معه آنذاك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وبلال بن رباح الحبشي رضي الله عنه، فقال له هذا الصحابي إني أبايعك على ذلك فآمن. يعني أن بلال رضي الله عنه وأرضاه كان من السابقين الأولين الذين لبوا دعوة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. بلال كان من أول السبعة الذين أظهروا الإسلام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه من حديث ابن مسعود يقول أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وبلال وسهيل وعمار وأمه سمية، وذكر بعضهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، لأنه كانوا كلما يهمون بإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه عمه أبو طالب، حتى إنه تعب جراء ذلك عمه أبو طالب، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن أخي دع عنك هذا. فقال كما في ذلك الحديث المشهور، وإن كان الإمام الألباني رحمه الله تعالى يضعف، قال يا عماه والله لو وضعوا الشمس في يمينه
والقمر عن شمالي، على أن أذر وأدع هذا الشأن ما تركته أبدا حتى أهلك دونه. وإن كان هذا المشهور ذلك في كتب السير والمغازي، إلا أن التحقيق فيه قول الإمام الألباني أنه ضعيف الإسناد، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو طالب معروف أنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قد حماه الله بعمه أبي طالب. وأما أبو بكر فمنعه قومه، أي كان يدافع عنه قومه. وأما الآخرون فسامهم المشركون سوء العذاب. هذا البقية عمار وأمه سمية وبلال وصهيب والخباب بن الأرت وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سامهم المشركون سوء العذاب، ألوانا من العذاب. كانوا يلبسونهم الأدرع من الحديد، ثم يسهرونهم في شعاب ووديان مكة الشديدة الحرارة، يخليوا حتى الحرارة تشتد، يشتد قيدها ويشتد حرها بعد الظهيرة، ثم يلبسوهم الأذرع نتاع الحديد، ثم يخرجون لحرارة الشمس. فكانوا يعذبونهم. فثبت على ذلك رجل واحد منهم ألا وهو بلال رضي الله عنه. كلهم أجابوا لما أرادوا، عمار وياسر، وقتلت أمه وهي أول شهيدة في الإسلام، رماها صنديد الكفر في مطن العفة منها فقتلها فأرداها شهيدة حميدة عند الله تبارك وتعالى. كل هؤلاء أجابوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في سبيل الله تبارك وتعالى، وهان على قومه وأصحابه، يعني كانوا يعذبوه، فلما أتعبهم أعطوه للغلمان، دليل الكردة، وأعطوه الغلمان يجوبون به شوارع مكة وهو يقول أحد أحد. وهذه القصة ذكرها غير واحد من أهل العلم، وصححها العلامة المحقق أحمد بن محمد شاكر رحمه الله رحمة واسعة. فهؤلاء هم الذين كانوا من أول من أشهر دين الله تبارك وتعالى، وعلى رأسهم بلال رضي الله عنه. روى ابن سعد عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: كان بلال رضي الله عنه وأرضاه من المستضعفين من المؤمنين، وكان يعذب حينما أسلم ليرجع عن دينه، فما أعطاهم قط كلمة مما يريدون. وكان الذي يتولى تعذيبه هو أمية ابن خلف. أعقل على أمية ابن خلف، علاش؟ لأنه سيأتي ذكر قصته قريبا إن شاء الله مع بلال في غزوة بدر الكبرى. بلال رضي الله عنه لما مر به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أعتقه، فوجده يعذب، فقال: على ما تعذبون هذا المسكين؟ هل لا فرجتم عنه؟ علاش كتعذبون؟ إنما هو رجل قال ربي الله. فلماذا يعذب هذا العذاب الشديد؟ كان يتعذب والغد يعذبون، وهكذا أيام يسمونه ألوان من الأذى والعذاب. فقال: على ما تعذبون هذا المسكين؟ إلى متى؟ فقال له أمية ابن خلف: أنت أفسدته فاعتقه إذن. فقال: أفعل. جاء في بعض الروايات أن أبا بكر اشتراه فأعتقه لله تبارك وتعالى، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بلال هو عمه العباس، فقال: يا عباس، من يهدي هذا الرجل؟ وجاء في بعض الروايات أن أبا بكر اعتقه مقابل عبد آخر أجلد من بلال، يعني قال أمية بن خلف: أعطيك بدله عبد هو أقوى وأجلد من بلال، وأعطني بلال، وهذا العبد الذي سأعطيك هو شديد على دينك، يعني ما زال يشد في الكفر أكثر منكم. فأعطاه بلال، فلما أخذه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه اعتقه لله تبارك وتعالى، ففرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تلحظ كملاحظة يسيرة أن غالب هذه الصحابة اللي تكلمنا عليهم طيلة هذه المدة، أنك تجد البصمة واللمسة لأبي بكر في سيرتهم، صح ولا مش صح؟ أنك دائما كتسمع قصة ديال أبو بكر داخل في الفيلم ديال هذا الناس اللي هما أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. كثير من هؤلاء هو يجرهم ويديهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم من أبي الأرقم فيشهر إسلامهم. وهذا بلال رضي الله عنه وأرضاه الذي تولى عتقه هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه من حر ماله، إذ فاوضه مقابل عبد
هو أجلد منه. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السباق أربعة. السباق إلى الإسلام أربعة: أنا من العرب، وسلمان سابق الفرس، وصهيب سابق الروم، وبلال سابق الحبشة. صهيب سابق الروم، أصل صهيب يمني عربي صليبة، ولكنه أسر لأن أباه كان من الملوك من ملوك اليمن، فأسر فصار عبدا مملوكا في بلاد الفرس، فكان ينعت ببلال أو سلمان الفارسي، مع أن أصله من أرض اليمن، واليمن هي منبع العرب سواء العاربة أو المستعربة. هذا الصحابي الجليل لما كان دائما مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أبى كبار المشركين على أن يجلسوا مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم حتى يطرد من حوله من فقراء الصحابة. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تبغينا احنا الشرفاء نجلس بين يديك بلال وابن مسعود وخباب وعمار وغيرهم من فقراء الصحابة حتى تطردهم فنجالسك يا رسول الله؟ فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك قرآن يتلى: ولا تطرد الذين يدعون من دون الله. يعني ما تطرد هؤلاء ما داموا أنهم مؤمنين يدعون من دون الله تبارك وتعالى لجراء أن يقترب منك هؤلاء الذين هم صناديد الكفر وعتاد الشرك. في هذا فائدة عظيمة تقل حتى في هذا الزمن، أن ميزان نظر الناس ليس الدين ولا الاستقامة ولا اتباع السنة ولا ما أشبه، وإنما صار ميزان الناس الذي يعترفون به هو الدرهم والدينار. يعني صار الناس بالدرهم والدينار يعطيك قيمتك ويعطيك منزلتك، مشي بالسنة واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح والعبادة والتقوى وما أشبه. حتى عند هؤلاء الذين يهمون بالزواج، الآباء الآن لا يفكرون إلا من رحم الله تبارك وتعالى في الدين أبدا. يعني من يجي واحد يبغي يدير بنت دياله سواء هنا سواء في البلاد، أول شيء الخدمة، ما يسألوا عن صلاة ولا عن أخلاق ولا عن شيء من هذه الأمور العظيمة، مع أن الرزق تكفل الله تبارك وتعالى به. يعني مشي ليك ولا لغيرك أنه يرزق نفسه أو يرزق غيره، فلماذا تسأل عن هذا؟ يعني الآن غالب الناس يسألون عن الأرزاق ما يسألوش الولد. يعني كيجي الواحد هنا يكون عايش في هذه الديار الأوروبية عموما، يمشي للبلاد يتزوج بمجرد الورق، يشوفوا عنده الورق تاع فرنسا اسبانيا وغيرها من دول يزوجوه، والواحد يربي البنت ديالو 18 سنة ربما لا يمسها ولا يحب أن تؤذى ببنت شفا كلما توصل لها الألم، ثم يضعها على طبق من ذهب إلى رجل لا يعرفه، وقد يكون ممن يتناول المخدرات هنا. وكثير من النساء يشتكين أن أزواجهم لا يصلون، وأزواجهم يشربوا الدخان ويشربوا الخمر ويديروا القمر وما أشبه من ذلك، وذنبهم إنما هو واقع في رقاب آبائهم وأمهاتهم، لأنهم ما يسألوش عن الدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، جوج حوايج ماشي درهم ودينار، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإلا تفعلوا، إلا ما درتوش تكون فتنة في الأرض وفساد عليه. نسأل الله السلام والعافية. هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه أمر المشركون النبي صلى الله عليه وسلم أن يطردهم لأنهم فقراء من فقراء الصحابة، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. بلال روى جملة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 44 حديثا في الجملة لبلال رضي الله عنه وأرضاه. في الصحيحين حديثان، يعني اتفق الإمام البخاري ومسلم على حديثين لبلال رضي الله عنه، وانفرد البخاري بحديث وانفرد مسلم بحديث آخر، وكل هذه الأحاديث في مسند بقي بن مخلد رحمه الله رحمة واسعة. أما عن جهاده رضي الله عنه وأرضاه فإنه شهد غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد غيرها، إلا أن غزوة بدر وقع فيها أمر مع بلال رضي الله عنه وأرضاه
لأنه لاقى الذي كان يعذبه على إسلامه. ما اسمه؟ أمية ابن خلف. هذا كان يعذب بلال، فلما جاءت غزوة بدر لقيها. وكان هذا الرجل صاحب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، كان صاحبه قبل الإسلام، فلقيه عبد الرحمن بن عوف فأسره هو وولده، شدوا أسير هو والابن دياله. فلما رآه بلال من بعيد قال أمية بن خلف عدو الله تبارك وتعالى، والله لا نجوت إن نجا. قال والله ما نسلك اليوم حتى نفرع معه. فنادى في الصحابة كبير المنافقين أو كبير المشركين، فاجتمع حوله أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، وأخذ عبد الرحمن بن عوف يحوطه يقول أسيري أسيري. هو بغى يفلت منهم لأنه كان من قرابته ويريد فداء أيضا. فقال له بلال رضي الله عنه وأرضاه والله لا نجوت إن نجا. يقول عبد الرحمن بن عوف فأدخل أحدهم بيننا سيفه فضرب ابنه في رجله فسقط. فلما سقط ابن أمية بن خلف صاح أمية بصراخ والله ما سمعت مثله قط، من شدة الفزع والخوف. فانهالوا عليهم بالسيوف حتى أفضت روحهما. فكان عبد الرحمن بن عوف بعد ذلك يقول رحم الله بلال أفجعني في أسيري، يعني كنت أريد أن أفتدي بهما من قريش أخذ فيهما مانا، ولكنه أفجعني فيهما. والذي حذى ببلال إلى أن يفعل بهذا هذا الذي فعل، لأنه سامه ألوان العذاب. كان يضع الحجر الصخر العظيم على صدره وهو في شدة الحرب وعلى الصحراء على الرمضاء، يعني هي كالنار أو أشد لظى منها، ومع ذلك يدير عليه حجرة كبيرة، فلا يستطيع أن يتنفس بلال أياما يكون على هذا الحال. فلما ظفر به قال والله لا نجوت إن نجا عدو الله، فأخذ فقتله رضي الله عنه وأرضاه. بلال رضي الله عنه وأرضاه له مناقب عظيمة جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته الليلة، أو بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك في الجنة. يعني يقول لي شي حاجة كديرها في الإسلام عظيمة هي أرجى عمل أحب عمل عندك إلى الله تبارك وتعالى، فإني سمعت دفة أي صوتا عليك المشي صوت ديال المشي ديالك في الجنة. فقال يا رسول الله ما علمت عملا هو أرجى عندي من الله تبارك وتعالى، أني كلما تطهرت طهارة إلا وصليت بها ركعتين لله تبارك وتعالى. فقال أرجو أن يكون ذلك، يعني أن بلال رضي الله عنه ما توضأ وضوءا قط، يعني كل ما يمشي يتوضأ إلا ويصلي ركعتين لله تبارك وتعالى. بسبب هذا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم دفا أي صوتا عليه بلال رضي الله عنه وأرضاه في الجنة. هو الظاهر أنه عمل يسير جوج ركعات كل ما توضأ، لكن قل من يفعل ذلك، بل هو من السنن المهجورة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى، من صلى ركعتين بعد أن يتوضأ غفر له ذنبه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يفعل ذلك إلا القلة القليلة، والخير الحمد لله كثير في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما يتوضاش الإنسان أي وضوء في أي ساعة من ليل أو نهار ويصلي به جوج ركعات، حتى في وقت الكراهة يكون له ذلك جائز بلا كراهة. يعني ركعتي الوضوء، ركعتي الاستخارة، تحية المسجد، فيها أحاديث أنها لها فضل، ولكن يوجد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عليه الصلاة والسلام أن يصلي الإنسان حال غروب الشمس وعند طلوع الشمس، فإن الشمس إنما تطلع وتغرب بين قرني شيطان. إذن هذا يسمى وقت النهي، نهي عن الصلاة. لكن إذا دخل الإنسان المسجد وخصو ما يجلس حتى يصلي ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ هو في وقت كراهة، أشي دي
الإمام الشوكاني على جلالة قدره وغزارة علمه قال الذي أرى أن لا يدخل المسجد في هذا الوقت. علاش؟ لأن أحاديث كتقول ما تصليش، نهى رسول الله أن يصلي في هذا الوقت. علاش؟ وقت كراهة. وأحاديث يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما تجلس في الجامع حتى تصلي ركعات. أش دير؟ هذه الأحاديث يسميها العلماء التي ظاهرها التعارض في الظاهر، لأن أي حاجة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كيكونش بينتها تعارض حقيقي، وإنما التعارض في الظاهر فيما يبدو لنا. فالشوكاني إمام رحمه الله يقول الذي أرى أنه لا يدخل المسجد في هذا الوقت يستنى حتى يود المغرب ويدخل. لكن الإمام الشافعي رحمه الله يقول قاعدة خذها عامة، تصلى ذوات الأسباب في وقت الكراهة بلا كراهة. ذوات الأسباب هي ركعتي الوضوء، ركعتي الاستخارة، تحية المسجد، هذه كتصلى وخا في وقت الكراهة وما عليكش الكراهة بإذن الله تبارك وتعالى. أما النفل المطلق يجي واحد قبل المغرب بشوية يبدأ يركع فإن هذا مكروه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الواجب على الإنسان أن يواظب على هذه السنة التي كان يفعلها بلال رضي الله عنه وأرضاه. جاء في الحديث اللي مر معنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما توضأ عبد وضوءا فصلى به ركعتين إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا جوج فوائد لابد من مر عليها. الفائدة الأولى وهي بسرعة أن التكفير هنا تكفير الذنوب إنما هو للصغائر دون الكبائر. القاعدة عند العلماء أن الكبائر كبائر الذنوب لا بد فيها من توبة مستقلة. يعني الإنسان إذا زنى مثلا خصو يتوب الله عز وجل، إذا تعامل بالربا خصو يتوب الله عز وجل، إذا كان عقل الوالدين خصو يتوب، وهكذا الكبائر. أما هذه الأمور فإنها تكفر فقط الصغائر. الفائدة الثانية هل يصليها مباشرة عقب الوضوء أم أنه عنده الوقت مسترخي؟ يعني الإنسان إذا مشى يتوضا ثم يهدر في التليفون يخرج حتى يجف ذلك الوضوء يشرب قهوة عاد يجي يصليها يقول أنا توضيت قبيلة؟ الجواب لا. قال الحافظ ابن حجر وقال الإمام النووي وقال الشيخ بن باز وغيره من العلماء أنها تصلى عقب الوضوء مباشرة. عقب أي مباشرة بعد الوضوء. بلال رضي الله عنه وأرضاه كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مع النبي قديما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخفت في الله وما يخاف في الله أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 يوما وليلة ما عندي أنا وبلال شيء نطعمه إلا ما يوارى في بطن بلال رضي الله عنه. فاتت علي يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم دازت علي 30 يوم بالليالي ديالها أنا وبلال رضي الله عنه في دين الله عز وجل ما عندناش ما نأكله إلا شيء لقيمات يسيرات كانت تقيم صلب بلال رضي الله عنه وأرضاه. فيدلك على فضل بلال ومنزلة بلال رضي الله عنه وأرضاه. بلال هو الذي أذن للنبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. صعد النبي صعد على ظهر الكعبة فأذن للنبي صلى الله عليه وسلم. لما أذن بلال قال بعض الناس أما وجد محمد صلى الله عليه وسلم غير هذا العبد الأسود مؤذنا؟ يعني قلت الرجال الأشراف يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا العبد الأسود. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الميزان هو تقوى الله والعمل الصالح والإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن بلال بل ترك الأذان كما قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية. يأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم توقف بلال عن الأذان. وجاء في رواية أن بلال أذن فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ قوله أشهد أن محمد رسول الله ارتجت المدينة بالبكاء. وهذا يذكره الإمام ابن كثير رحمه الله وذكره أيضا ابن سعد في الطبقات الكبرى. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكانت الخلافة بعده لأبي بكر أمره أبو بكر أن يؤذن فقال لا أؤذن وإنما كنت مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فألح عليه أبا بكر ومر معنا على أن أبا بكر هو من أعتق بلال.
فقال له بلال رضي الله عنه: إن كنت أعتقتني لنفسك فلك ذلك. يعني إذا كنت هذيك العتق اللي اعتقتني في الأول أني نصير مملوك وعبد عندك أتأمر بأمرك وأنتهي بنهيك، هذه مدة. وإن كنت أعتقتني في الله فدعني لله. فقال له أبو بكر: بل أعتقدك لله. فقال: دعني وشأني. فلم يؤذن رضي الله عنه وأرضاه لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وهذا في الطبقة الكبرى أيضا للإمام ابن سعد رحمه الله. لما ولي عمر الخلافة وجاء دمشق الشام، لأن بلال خرج مع الجيوش فاستوطن أرض الشام، وكان في خلافة أبا بكر رضي الله عنه يأمره يطلب منه يقول له: خليني نخرج من المدينة التي مات فيها رسول الله من غش فيها، وإنما ألحق بالثغور هناك في أرض الشام. فكان بلال لا يريد، فكان أبو بكر لا يريد، وكذلك كان عمر صدرا من خلافته لا يريد، لكن بلال رحل واستوطن رضي الله عنه أرض الشام. فلما جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه طلب المسلمون من عمر رضي الله عنه في بلد دمشق الشام، طلبوا منه أن يأمر بلال فيؤذن لهم. يعني قالوا له: زوج بلال، الله يرحم الوالدين، يا بلال أذن لنا. فأذن لهم بلال رضي الله عنه، فلما بلغ قوله أشهد أن محمد رسول الله ارتجت دمشق بالبكاء حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان بلال رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان. هذا الذي وقع أخيرا ذكره أيضا الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في ترجمة بلال رضي الله عنه. الأذان له منقبة عظيمة في دين الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في النداء، أي ما في الأذان والصف الأول، ولم يجدوا إلا أن يستهموا عليه ما لاستهموا. يعني كان يعرفوا قيمة الأذان والفضل دياله عند الله تبارك وتعالى، والقيمة ديال الصف الأول في الصلاة خلف الإمام، وما لقاوش إلا أنهم يتساهموا عليه، يعني ما عرفتش كنقولها بالدارجة، يعني يتراهنوا عليها وما أشبه، لا فعل. هذا يدلك على عظيم شأن الأذان. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. فضائل عظيمة. علاش قالوا أطول الناس أعناقا؟ يقول بن باز رحمه الله، يقول: الناس تعرفهم بطول أعناقهم، فتعرف أن هؤلاء كانوا مؤذنين في الدنيا وهم يوم القيامة. يعني لما يكون في أرض الموقف وأرض المعشر يوم القيامة، المؤذنين يجيوا لعنوك ديالهم طوال، كأمارة وعلامة على أنهم كانوا مؤذنين في بيوت الله رب العالمين في هذه الحياة الدنيا. هذا قد يكون الإنسان غير مؤذن في بيت الله تبارك وتعالى، لكن إذا كان منفردا في بيته وداره ينبغي له أيضا أن يؤذن. والخلاف قائم بين أهل العلم عن حكم أذان المنفرد، فقال طائفة من أهل العلم بالوجوب، وقال طائفة من أهل العلم أنه سنة مؤكدة. ومن الذين انتصروا للوجوب في هذا الزمان الإمام الألباني رحمه الله، يقول لك: ولو تكون في الدار ديالك أذن. والذي قال بأنه سنة مؤكدة من علماء هذا الزمان الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، مع أن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول في المسألة قولان: قول بالوجوب وهو قول قوي، وقول ثاني وهو قول بأنه سنة مؤكدة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا بالاستحباب وأنه سنة مؤكدة أيضا قالوا: إذا كان هناك أذان في البلدة تسمعه فلا تؤذن، يعني أقم الصلاة وصلي إذا كنت في بيتك، وإذا لم تسمع الأذان أذان المساجد وكنت وحدك في بيتك فتؤذن كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث: إذا حضرت، وكان خرجه واحد، إذا حضرت بكم الصلاة فليقم أحدكم فليؤذن. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوجوب. حكم من لم يؤذن، يعني بلدة ولا دولة ما كترفعش فيها الأذان، هؤلاء يقتلون. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو قوما لا يفجعهم صلى الله عليه وسلم، وإنما ينتظر حتى يسمع الأذان، فإذا سمع الأذان كف عنه، يعني هم مسلمون، وإذا لم يسمع الأذان أغار عليهم صلى الله عليه وسلم. لكن إذا تركت الجماعة الأذان أثموا جميعا،
لكن هل تبطل الصلاة؟ الجواب لا تبطل، لأن هذا واجب خارج الصلاة وليس واجب داخل الصلاة. أيهم أعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى؟ المؤذنون أم الأئمة؟ يعني في كل ورد فضل، فضل إمامة الناس في الصلاة وفضل إمارة المؤمنين وغير ذلك، وجاءت فضائل عظيمة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في فضل المؤذنين. أيهما أعظم أجرا؟ اللي جاوب على هذه نحسب ذكي وخاقرا. شكون أعظم أجرا؟ مش المؤذن، وإحنا قلنا الخطب ولا الإمام، لأن الأحاديث لا. اللي جاوب عليها من أذكى الأذكياء إن شاء الله هو، إذا ما كانش المؤذن غادي يكون الإمام، وإذا ما كانش الإمام غادي يكون المؤذن. لكن في المسألة نكتة، نكتة ماشي هي النكت اللي كنقولوها، إنما نكتة يعني فائدة عظيمة. لا شك المؤذن يأمر الناس، أطوى الناس أعناقا، لو تعلمون ما في النداء والصف الأول، وزيد عليها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك كتب ألفت في فضل الأذان. هو سهلة نعم، هذا يأمر الناس، هذا يسلم الناس، هذا يدي عليهم قاع الإثم، قاع الله خيركم ساهيين، الدل على الخير كثيرا. لا شك المؤذن ضامن، والمؤذن المؤتمن، والإمام ضامن، المؤذن مؤتمن، إذا قال لك صلي لك على حسابه، والإمام كيهز عليك كل شيء الأخطاء والسهو كان، لكن أيهما أفضل؟ مازال ما وصلنا إلى الأفضل. المؤذن؟ ها؟ لا، هي ما كانش الإمام غادي يكون مؤذن. فضل المؤذنين عظيم، ومنهم أنا أقول لك صراحة، طائفة من أهل العلم يقولوا الإمام أفضل، طائفة من أهل العلم يقولوا المؤذن أفضل، لكن بغينا الوحدة. أتقاهم لله، أفضلهم أتقاهم لله كما قال الشيخ الباز رحمه الله. ومثل هذا سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله، الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قيل أيهما أفضل عند الله؟ الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ غني كيشكر الله وفقير وكيصبر، أيهما أفضل؟ هذه المسألة كتبت فيها كتب في زمن شيخ الإسلام، ولكن شيخ الإسلام لعلمه رحمه الله سئل هذا السؤال، أيهما أفضل؟ الغني الشاكر خرب برعه يشكر الله عز وجل، أم الفقير الصابر؟ فأجاب بجواب معه، أتقاهم لله، اللي فيهم هو أتقى لله هو أفضل منزلة عند الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير. بلال رضي الله عنه وأرضاه له فضائل ذكرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي ذر الغفاري كما عند الإمام البخاري رحمه الله، رؤيا أبو ذر الغفاري عليه حلة وعلى غلامه حلة مثلها، على العبد ديالو حلة مثلها، فقيل له لما فعلت ذلك؟ قال كان بيني وبين بلال رضي الله عنه وأرضاه شيء، فعيرته بأمه. وهذا يقع، لأن الناس بشر ولو كانوا صحابة يقع ما يقع بينهم، فقال له عيروا بالأمة ديالو. جاء في بعض الروايات، وهذا اللفظ ضعيف وإن ذكرها شيخنا أرسلنا غير ما مرة، إلا أن الصحة والحق فيها أنها لا تثبت كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، أنه عيره بأمه وقال له يا ابن السوداء، إحنا نقول له ودلك أحلى، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعيرته بأمك إنك امرؤ فيك جاهلية. قال أو على كبر سن يا رسول الله؟ قال إنك امرؤ فيك جاهلية، لأن الناس سواء عند الله تبارك وتعالى كأسنان المشط، حال المشط كل شيء بحال حال، إلا بالإيمان وتقوى الله تبارك وتعالى. فكان بلال رضي الله عنه وأرضاه بهذه المنزلة وبهذه المثابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا يقول هذا الصحابي بعدما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك،
كان يضع خده على الأرض ويقول له خدي مداش لك، يعني ينطفق الخد دياله، فيقول له بلال رضي الله عنه وارضى عفوت عنك وسامحتك. بلال رضي الله عنه سيد الصحابة، كان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. فبلال سيد من سادات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن عساكر رحمه الله أن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه سمع شاعرا يمدح بلال ابن عمر رضي الله عنه. بلال رجل صالح من أئمة أهل العلم من أبناء عبد الله بن عمر، فجاء في قوله وإن بلال عبد الله خير بلال. بلال ولد عبد الله بن عمر هو خير بلال، فقال له كذبت ولكن بلال رسول الله خير بلال. وقوله كذبت في لغة العرب أن كذبت تأتي بمعنى أخطأت، ولأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول عن بعض الصحابة كذب فلان، ولا تريد به الكذب المعروف عندنا وهو قوله خلاف الواقع، وإنما تريد بذلك أنه أخطأ، فهي من لغة أهل الحجاز أن كذب بمعنى أخطأ. الآن اللي كيتكلموا عن الصحابة رضي الله عنهم من المستشرقين كيمشيوا لدواوين السنة، كتب السنة، وكيجبروا أمثال هذه العبارات، فتقول لك شوف عائشة تقول على أبو هريرة كذب أبو هريرة. إذن هو ساقط العدالة، وإذا دخلنا مسألة الكذاب في الجرح والتعديل هذا باب آخر. فالمراد بالكذب هنا الخطأ معشر المؤمنين. بلال توفي رضي الله عنه وأرضاه بدمشق الشام، لما كان يحتضر أي كان في فراش الموت قالت زوجته وويلاه، فقال لها بد وفرحته غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه، يعني هي حزنت أن رجلها غد يموت وكتقول وويلاه، ويقولها بل وفرحه. علاش يا بلال؟ غدا ألقى الأحبة، غد يموت لقى النبي صلى الله عليه وسلم ولقى الصحابة محمد وحزبه، أي محمد وأصحابه رضي الله عنه. وهنا مسألة يتكلموا عليها العلماء كثيرا، مسألة البرزخ في القبر، واش لما نكون احنا في القبر الأيام تمر علينا بحال هذه الأيام، يعني ديمة هذا 14 قرن، يعني هما دوزوا 14 قرن كأيامنا هذه بلياليها؟ الجواب لا، وإنما الأيام اللي تكون في البرزخ فإنها تمر سريعا جدا على العباد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين. مات بلال رضي الله عنه بدمشق الشام سنة 20 من هجرة سيدي ولدي آدم صلى الله عليه وسلم، ودفن هنالك عند الباب الصغير في مقبرة دمشق وهو ابن 64 سنة، كذا 60 سنة. فرضي الله عنه وجزاه الله خيرا على الإسلام والمسلمين، وحشرنا الله جميعا معه ومع نبينا صلى الله عليه وسلم. إن ربي جواد كريم.